السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نوثق فيه أروع ملامح الريف المصري، وما نشاهده الآن ساعة غروب الشمس ونحن نتابع هذه اللحظات الرائعة. أعرض على حضراتكم أسطورة قديمة تعرض لنا لحظات خروج سيدنا آدم وستنا حواء من الجنة. جريدة الأهرام يوم 12 مايو 1995 نشرت قائلة: هذا هو الجسر الذي احتمى به آدم وحواء في لبنان بلد العجائب، منطقة أثرية هامة تنسج حولها الكثير من الحكايات والأساطير. هي منطقة كفر دبيان والتي تقع في أعالي حدود قصروان بلبنان على بعد 45 كيلو متر من بيروت، وهذه المنطقة ترتفع على سطح البحر بين 1200 إلى 1600 متر، وتجمع في مساحتها الفسيحة أراضي شاسعة من الخضرة وينابيع المياه التي تنساب بين الطبيعة الصخرية الرائعة. وأرضها الخصبة جعلتها غنية بزراعة الخضار وأشجار التوت والأشجار المثمرة الأخرى. وتاريخ كفر دبيان بلبنان غني بالأساطير، وأبرزها أسطورة الجسر الذي احتمى به سيدنا آدم وستنا حواء، ويقال عنه جسر الحجر، وهو جسر طبيعي طوله 52 متر وعرضه 31 متر. ويقال إن سيدنا آدم وستنا حواء احتمي بهذا الجسر بعد خروجهما من الجنة. وقد وصف المؤرخ هنري دي بيفو هذا الجسر عندما زار لبنان عام 1602، فقال أنه بالقرب من بيروت وبين الجبلين يخرج نهر يصب في البحر عليه قنطرة عجيبة في ارتفاعها، يقال أنها بنيت بيد أبينا الأول أبو البشر سيدنا آدم. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وما زلنا نتابع ساعة غروب الشمس. تابعنا معا أسطورة الجسر الذي احتمي به سيدنا آدم وستنا حواء. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.